فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أصبح المسجد صغيرا في بلدتي، فهل يجوز لنا أن نبيع هذا المسجد لأجل بناء مسجد أكبر، علما بأن المشتري سيكون كافرا ويمكن أن يجعل المسجد مكانا للفساد؟ لا، ما يجوز هذا. ما دام المسجد ينتفع به فيبقى مسجدا ولا يغير. ما يباع إلا إذا تعقلت منافعه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.